اختتم في دار الرعاية الاجتماعية في السويداء معرض للأشغال اليدوية من أعمال المسنات. المعرض يهدف لاستغلال أوقات الفراغ وتأمين دخل جيد للمسنين ومساعدتهم على تطوير قدراتهم ودعمهم وتشجيعهم. الغرض من المعرض أولا من أجل القضاء على وقت الفراغ إن أوجد. اثنين، عمل كان ناجحا ومميزا ومتميزا أيضا، لأن فيه فائدة لهن من حيث المال. طعمة الإنسان يملك في عنا هواية أن نحن نشتغل على السنار وعنا هي قدرة، فنمت موهبتنا أنه نقضي وقتنا لشيء يسلينا، فقمنا بهذا الشغل هذا بالإنتاج هذا خلال 3 أشهر، ولازم يكون عند سلك يا أمي. اشتغلت هاي الشغل اليدوي علمتني الإنسة ريما نعيم، بشكرها وبشكر الإدارة اللي وقفت جنبنا. يسعى القائمون على المعرض إلى تغيير نمط وأسلوب رواد الدار وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم من خلال الاستمرار بهذه المعارض والنشاطات داخل وخارج الدار.